خلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو منى عشان نعرف منها اخر اخبار المرور والطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا منى. صباح الخير يا فسان. صباح الخير يا شاذلي. طمنينا يا منى، الجو ايه النهارده؟ الجو حر شويه، معلش شي. بس الصيف بقى خلاص، كل سنه وانتم طيبين، فاحنا متوقعين ان احنا الموجه دي تستمر معانا. كل سنه وانتم طيب. خلينا بقى نقول لكل الناس كمان اللي لسه ما نزلوش اخبار المرور في كل مكان ايه. يلا بينا. صباح الخير على كل مشاهدينا. خلينا نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي زي ما احنا متعودين جولتنا من محافظة القاهرة. شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة غير مؤثرة بامتداد الشارع، وتحديدا من منطقة مسجد الفتح ولغاية محطة غمرة بتظهر سيولة مرورية. من غمرة لمدينة نصر هنلاقي بعض الشوارع فيها كثافات مرورية، أما بقى الكورنيش اللي جاي من المظلات هنلاقي فيه سيولة مرورية نسبية لغاية منطقة وسط البلد. اللي هيكمل معانا مع الكورنيش ولغاية المعادي وحلوان هيلاقي كثافة مرورية بسيطة، لكن بعدها على الأوتوستراد هيلاقي سيولة مرورية كمان نسبية بتزيد بعد شوية للي جاي من مناطق حلوان والمعادي والمقطم، وكمان هنلاقي طبعا بعض الكثافات البسيطة المتوقعة في الوقت ده. لو بصينا بقى على مطلع المقطم للمتجه لمحور صلاح سالم هنلاقيه مغلق لمدة 3 شهور بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وده تزامنا مع تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقطم بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وإيابا، وده لمدة تنتهي منتصف أغسطس اللي جاي. لو بصينا على كوبري أكتوبر هنلاقي طبعا كثافات مرورية للسيارات للي جاي من قدام الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، واللي مكمل في الكثافات هيلاقي بعض الكثافات قبل نزلة غمرة. لو خدنا بالنا طبعا ان لسه في غلق كلي لشارع يوسف عباس والوصلة من شارع عبد العزيز الشناوي ولغاية شارع علي أمين في الاتجاهين، وده لغاية نهاية الشهر اللي احنا موجودين فيه، وتم إجراء بعض التحويلات المرورية زي ما احنا عارفين. الطريق الدائري هنلاقي فيه غلق جزئي بسبب أعمال توسعة للطريق اللي جاي من المرج اتجاه السلام بالوصلة من منزل الطريق الدائري اتجاه شارع السادات ولغاية مطلع الطريق الدائري من طريق جالكسو، وده لمدة شهر طبعا من الإدارة العامة بتقول لأنها عينت خدمات مرورية لازمة ونسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات اللي بتدل على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. تعالوا نستكمل مع بعض جولتنا في شوارع الجيزة. احنا شايفين الخريطة مكسوة كلها باللون الأحمر، وده وجود أو دليل على وجود كثافات مرورية ملحوظة جدا. هنفضل بقى مكملين مع بعض ونتابع ايه اللي بيحصل هناك. هنلاقي ان احنا عندنا زي ما احنا شايفين مع بعض ميدان الجيزة، وهنلاقي هناك ابتدت الكثافات تقل بشكل كبير جدا لغاية ما نلاحظ وجود سيولة مرورية. هنلاقي كمان في تحويلات مرورية لمدة 3 أسابيع لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات مستحدث في شارع السودان بالجيزة عشان تربط بين محور الفريق كمال عامر محور الزمر سابقا بمحور صفت اللبن، وطبعا شارع السودان بيستلزم غلق كلي لشارع السودان بالاتجاه اللي جاي من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه أسفل كوبري ثروت. هنشوف كثافات كبيرة بتظهر على محور صفت اللبن المتجه للدائري وصولا لكوبري ثروت ولغاية شارع أحمد زويل، وهناك هنلاقي طبعا بعض الكثافات. لو بصينا على محور 26 يوليو هنلاقي كثافات مرورية للي جاي من أكتوبر ولغاية ميدان لبنان، وفي الاتجاه الثاني بنلاقي سيولة مرورية للي جاي من كوبري 15 مايو. نروح بقى محافظة الإسكندرية. احنا شايفين برضو كثافات موجودة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان سيولة مرورية نسبية في المناطق المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان هنلاقي كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. لو بصينا على الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية فيها اللون الأخضر موجود في الخريطة. تعالوا مع بعض نكمل ونروح مدينة أسوان ونتابع هناك الحالة المرورية.
هنبتدي من شارع السادات لغاية ما نوصل لمنطقة المسلة. احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع، هنلاحظ بعض الكثافات المرورية أول ما بنوصل عند محطة القطار. طبعا الطريق حواليها بيشهد كثافات مرورية، وهنلاقي بعض الكثافات المرورية عند شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية، لكن إجمالا مش هنلاقي أي مشاكل في المنطقة دي. تعالوا بقى مشاهدينا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية اللي اتسجلت معنا. الدولار الأمريكي بيسجل 18 جنيه 54 قرش للشراء، 18 جنيه 62 قرش للبيع. اليورو 19 جنيه 85 قرش للشراء، 19 جنيه 94 قرش للبيع. جنيه استرليني بيسجل 23 جنيه 31 قرش للشراء، 23 جنيه 22 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه و30 قرش للشراء، 19 جنيه 38 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 78 قرش للشراء، 2 جنيه 79 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 4 جنيه 94 قرش للشراء، 4 جنيه 96 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 60 جنيه 55 قرش للشراء، 60 جنيه 85 قرش للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه و4 قروش للشراء و5 جنيه و7 قروش للبيع. ودلوقتي نشوف مع بعض متوسط أسعار الذهب للجرام. عيار 18 الجرام بيسجل 875 جنيه، عيار 21 بيسجل 1010 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1154 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 8000 جنيه و80 جنيه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس. النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، والطقس برضو هيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد. والنهاردة هيكون في نشاط للرياح على كافة الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41 درجة، والأقل هتكون في مطروح 27 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد قليل.